قرار بتعيين سيد الوزير الأول اللي هو إنسان مخلص لوطنه، اللي هو إنسان عنده حنكة عنده خبرة. نظن لما نديروا الحكومة تتضح الأمور فيما يخص الدبلوماسية، ونشوف باللي تفعيل الدبلوماسية الجزائرية سيتماشى مع قوة الجيش الوطني الشعبي، حتى الكلمة تاع الجزائر تصبح عندها صدى. وحنا نتمنى أننا نعاودوا نقربوا وجهة النظر بين الإخوان الليبيين، لأن الشيء اللي ساعدنا أن ليبيا تستقر وكل والوحدة الوطنية تاع ليبيا هي شيء حقيقي، لأن علاش الغم العمق الجيوستراتيجي والجيوسياسي لنا هو في افريقيا، وحنا العيشه تاعنا المستقبل تاع الجزائر هو في افريقيا. ماذا بينا باش كل مشاكل تاع افريقيا تتحل مع الافارقه.